يا قاضي على ديارنا ما نقدر نرجع، أنا عندي جهال، عندي عيلة كبيرة وكلها جهال وبناوت، لما نرجع قاضي بيتي مدمر ما أقدر أرجع على النظام، ما أقدر أرجع قاضي، ما أقدر، ما نعرف شي يصير البد على الدروب، ما أعرف شي يصير، ما نقدر نرجع لي قاضي، بصراحة ما نقدر نرجع. أنا طلعت من دير الزور 7/10/2017 وما أقدر أرجع لأني مطلوب للنظام، ومنطقتنا غير آمنة، بها ميليشيات إيرانية وبها دواعش وبها نظام وما تعرف أي فصيل توجه عليه، فأنا ما طلعت من تحت القصف أرجع القصف، لا من دير الزور من الميادين. والله يا أبا إحنا من مدينة القرية، والله وجينا لجينا بيوتنا مدمرة، نقدر نرجع على بلدنا بس ما بشي نصلح بيوتنا، ما بشي نصلح بيوتنا، ونقدر هسعتي انا مثل اذا نريد نرجع يعني ما بشي امكانات، لا بالبرد والدحجه الصعوبه شلون صارت على العباد علينا وعليكم كلكم، مو بس الغلاء عمت الدنيا كلها.